بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي لحضراتكم وحلقه جديده من الدريم. وان شاء الله هيبقى معايا في الجزء الثاني من الحلقه البلدوزر كابتن مجدي عبد الغني، هيكون معانا طبعا في البريم، وهنتكلم في حاجات كتير طبعا خصوصا في جزء وديات النهارده. الوديات كان عندنا النهارده مجموعه الانديه اللي لعبت النهارده، سواء الاهلي او الزمالك وسموحه والاتحاد، يعني مجموعه الوديات استعدادا لكل الانديه لبطوله الدوري ورجوعها مره اخرى ان شاء الله بدايه من الاسبوع القادم. خلاص احنا على ابواب عوده الدوري مره اخرى، وده استعداد اعتقد ان هو دايما بيحصل. خلي بالكم انا كنت بتفرج على الفتره اللي فاتت في جزء التدريبات، الوقت التدريبي كان قليل، لكن ذكاء المدربين في فكره ان انا ادخل اللعيبه دايما بسرعه في لياقه المباريات. فالمباريات الوديه بتجيب، لكن المباريات الرسميه هي الاهم. فبالتالي اعتقد ان المدربين الفنيين كان مهم جدا ان هم يلعبوا عدد كافي من المباريات الوديه عشان يخشوا في لياقه المباريات. النهارده طبعا كان في مباراه ما بين الاهلي والجونه، وفاز الاهلي 5-2. اعتقد ان يعني كانت نتيجه مميزه، خصوصا برضو الاهلي فاز بنتيجه كبيره امام سموحه. ايضا الزمالك النهارده امام طنطا بيفوز 2-1 بمباراه ايضا مميزه، برضو ده الفوز الثالث لنادي الزمالك في ثالث مباراه بالنسبه له وديه. يعني الامور بالنسبه للانديه هو استعداد للمباراه القادمه. لكن ما حدث بقى في مباراه سموحه اللي انتهت بفوز سموحه 2-1، يمكن بعض الشيء او بعض الناس كنا بنقول ان احنا يعني الامور المباراه الوديه دي بتبقى بتنتهي بسلام وامور بسلام، لكن في هذه المباراه بالذات في الدقيقه 85 حصلت مشكله ما بين الهاني سليمان واحمد رفعت، وعلى اثار هذه المشكله الموضوع تطور، وكابتن طلعت يوسف من خلال تواجده طبعا وحكمته كمدير فني ان خلاص دقيقه 85 ايه اللي هنستفاد منه في الخمس دقائق اللي فاضله، فطلب من حكم المباراه انهاء اللقاء، وبالتالي المباراة انتهت عند هذا الحد، خوفا من ان الامور تتفاقم في فكرة المشكلة ما بين اللعيبة وبعضها. وبالتالي هي نقطة اعتقد انها حكمة من كابتن طلعت، لكن انا عايز اقول لكم احنا في مباراة ودية، ايه اللي يخلينا يعني نبقى فيه نرفزة؟ احنا نازلين نستفاد بشكل ودي، بشكل يكون فيه سلام للاعبين، مفيش حد يتصاب، مفيش مشكلة تحصل ما بين اللاعبين، وبنطلع بسلام بفكرة ان احنا استفدنا من هذه التجربة الودية بشكل مميز ما بين الفرقتين. مين فاز مين خسر في الاخر دي مباراة ودية، لكن ان انت تبقى في مشكلة يعني انا بشوف ان ده مفروض ما يحصلش، خصوصا لما يبقى الهاني سليمان ده واحد من حراس المرمى المميزين، وفي نفس الوقت يعني واحد من لاعبي منتخب مصر في وقت من الاوقات، وحارس مرمى منتخب مصر في وقت من الاوقات، فبالتالي لازم يبقى الجزئية دي عنده اهدى شوية ويتعامل مع المواقف بشكل مميز. طبعا هاني معروف ان هو مثلا بياخد الكرة يضيع وقت، فبالتالي واضح ان احمد رفعت حاول يخلي الهاني سليمان يلعب الكرة بسرعة، فده حصل التشابك. لكن في الاخر احنا نتمنى ان الامور في المباراة الودية او حتى المباراة الرسمية ده اللي احنا بنتمنى دايما ما يبقاش فيه اي مشاكل ما بين اللاعبين، والامور تطلع زي ما احنا بنشوف في اوروبا الامور، سواء ماتش ودي او رسمي الكسبان بيسلم على الخسران او الخسران بيسلم على الكسبان، الامور بتنتهي بشكل سريع. طيب خلينا نبتدي اخبارنا. كنت بس حابب ابتدي جزئيه مباراه السموحه والاتحاد، المباراه الوديه اللي انتهت بفوز سموحه 2-1. نقول اخبارنا، ويمكن خلينا اقول ما زال النادي الاهلي متمسك بفكره وجود رمضان صبحي وبقوه داخل النادي لمدى تاثير اللاعب على هجوم النادي الاهلي. وكلنا شفنا رمضان صبحي، مش هنعيد ونزيد في هذه الجزئيه، في الفتره اللي فاتت مع النادي الاهلي قد ايه هو كان سبب رئيسي في فوز اغلب المباريات، وايضا فوز منتخبنا الاولمبي بطوله الامم الافريقيه اللي كانت متواجده هنا للمنتخب الاولمبي في التصفيات بتاعه المؤهله لطوكيو 2020. فبالتالي رمضان ماشي بشكل كويس، وان كان تجربه الاحتراف حتى الان لم تكن ناجحه، يعني وجوده في ستوك سيتي ثم انتقاله لهدرسفيلد ثم اعارته للنادي الاهلي، الامور بره كانت الى حد ما مذبذبه شويه، لكن هو فكره وجوده في مصر او عودته للنادي الاهلي عشان يعود بقوه مره اخرى للدوري الاوروبي. هل رمضان، وكان رمضان معانا هنا في مداخله وقال انا وجودي في اوروبا هو الاهم بالنسبه لي، لكن لو الامور ما مشيتش زي ما انا عايز وجودي في مصر هيكون في النادي الاهلي. طبعا النادي الاهلي متمسك وبيرفع قيمة عقده من مرة لمرة، المرة الأولى كان 2 مليون جنيه استرليني، ثم 2.5 مليون جنيه استرليني، ثم 3. النهارده النادي الأهلي بتمسكه برمضان بيرفع قيمة الصفقة ل 4 مليون جنيه استرليني. طبعا هدرسفيلد بيتكلم في جزئية إن استمرار رمضان صبحي كإعارة مرة أخرى، لا هو بيع فقط لا غير،
حدد حتي الآن، كان برضه هو متمسك بسبعة ثم النهارده بينزل لستة مليون، فالأمور بتقرب. أربعة ستة، أربعة من ستة، فاضل 2 مليون جنيه استرليني. ممكن الأمور تخلص في حاجات كتير جدا، لكن كنا ممكن في بعض الأندية اللي ممكن كانت تردد إنها بتتكلم رمضان صبحي، أنا بشوف إنها لعبة تسويق. لكن حتى الآن رمضان صبحي موجود في النادي الأهلي كعارة، وعودته لهادرسفيلد لازم تبقى موجودة في وقت من الأوقات، خصوصا قبل 5 أكتوبر اللي هي عملية قيد اللاعبين وقفل قيد اللاعبين في إنجلترا. فبالتالي النادي الأهلي بيرفع قيمة رمضان صبحي ل 4 مليون جنيه استرليني. طبعا زي ما بقول لكم مهم جدا وجود رمضان صبحي، والبديل هو طاهر محمد طاهر، لكن انا بشوف ان رمضان مؤثر بشكل كبير حتى الان، لانه عارف الفريق، عارف اللعيبه حواليه، عارف البطولات اللي داخل فيها النادي الاهلي، زائد روحه وشخصيته داخل الملعب اتغيرت بشكل كتير رمضان صبحي بشكل كبير. طبعا الاهلي بيهزم الجونه بخماسيه في ثاني ودياته، طبعا اللي سجل اهداف وليد سليمان في الهدف الاول، ثم ياسر ابراهيم ومجدي قفشه من ضرب الجزاء، ثم مجدي قفشه ايضا الهدف الرابع، ثم اليو باجي ده الهدف الاخير. وطبعا ده تجربه مميزه جدا للنادي الاهلي، وان كان طبعا نادي الجونه حاول في المباراه بشكل قوي، لكن الموضوع كان صعب جدا. الجونه احرز الهدف او الهدفين بتوعه احمد مجدي واحمد فتحي لاعب النادي الاهلي بالخطا في مرماه. ومن خلال المباراه ياسر ابراهيم اللي احرز الهدف الثاني اتصاب، يعني طبعا هو الاصابه جت من ان هو طلع بجامب نزل على رجليه بشكل خاطئ، رجليه اتلوت. طبعا الف سلام عليه، ان شاء الله الامور دي تخلص بسرعه، لان زي ما احنا شايفين الدوري على الابواب ثم بطوله افريقيا، ان شاء الله لو في اشعه تتعمل بالنسبه لياسر ابراهيم ان شاء الله تبقى سليمه ويرجع بالسلامه. طبعا واحد من اللعيبه المميزه اللي بيعتمد عليهم مستر فايلر في خط دفاع النادي الاهلي بقوته وادائه المميز ما قبل كورونا. طبعا هروح لنادي الزمالك، ويمكن نادي الزمالك خلاص فكره التعاقد مع المسلوسي كانت خلاص اتوجدت وموجود، لكن اللاعب بيتكلم مع النادي الزمالك ان هو يرجع مره اخرى لاستكمال الموسم القروي مع صفاقسي التونسي ويكمل الموسم ده، وبعد كده يرجع نادي الزمالك. ده قوبل بالرفض من مسؤولي نادي الزمالك في فكره العوده مره اخرى لتونس وانه يستكمل الموسم القروي هناك، لكن هيفضل هنا، وده اللي بيأكد عليه مسؤول نادي الزمالك مع اللاعب، خوفا عليه من اي اصابه او حتى فكره انتشار كورونا، وان هم يبقوا ايضا يعني فكره تعود مره اخرى على اللاعبين، تعود على مره اخرى على الجو في مصر. لاعب مميز، لاعب هيضيف في الجبهه اليمنى لنادي الزمالك. طيب يعني كنا بنتكلم على مباراه سموحه والاتحاد واللي فاز فيها سموحه 2-1 وما حدث في المباراه. هروح لكابتن محمد ابراهيم المدرب العام لنادي الاتحاد. تحياتي ليك يا كابتن محمد. حبيبي يا كابتن فاروق، ازيك؟ مبارك ايه، ربنا يخليك. موفقين ان شاء الله يا كابتن، وعوده ان شاء الله للدوري الممتاز بقوه يا رب. ان شاء يا رب. الله كابتن. دعوات. طيب اخبار المباراه النهارده، استفاده عامله ازاي بالنسبه لنادي الاتحاد برغم الهزيمه؟ يعني مباراه كويسه، وبس يعني يمكن سوء ارضيه الملعب كانت مؤثره شويه على الاداء للفرقتين. يعني المباراه ما خدتش طابع كده اللي هو. كنت بتلعبوا في ملعب يا كابتن محمد؟ سموحه ملعب سموحه. في ملعب سموحه، فكان يعني لو كان في ملعب افضل شويه كانت المباراه تطلع افضل شويه. فنيا طبعا الملعب لما بيبقى موجود الجزء الفني. تعرف. طب تعرف. ما حدث في المباراه كابتن محمد، يعني بتشوفه ازاي؟ يعني انهي حدث؟ ال 85 انت يعني بنتكلم على المشكله اللي لا المشكله دي انا مش هتكلم فيها. دي الحكم شايفها والامور يعني ما يعني مش عايز ادخل فيها فاروق، لان ما مش مجال ان الواحد يتكلم فيها. خلاص هي الموضوع انتهى وهي نفذت ملعب، ولكن الحكم كان شايف كل الامور. وعلى ما اعتقد ان الباشمهندس فرج يعني قدم اعتذار للفريق ولاحمد رفعت وكده، يعني فده على حد علمي يعني. طب هو كابتن طلعت هو اللي طلب الغاء المباراه في الدقيقه 85 يا كابتن؟ لا ما كانش ينفع تكمل باي حال من الاحوال. خلاص ما ينفعش، لا في امور كده خلاص بتنتهي يعني. تمام. طيب ايه الاحداث اللي كانت موجوده كتير بتقول لي عليها في المباراه فنيا نفسها كابتن، بتشوفها ازاي الاهداف نفسها يعني بص فنيا انا هقول لك ان الامور صعبه شويه. الامور احنا بالنسبه لنا عندنا مجموعه كبيره، عندنا النهارده مثلا يعني عندنا 3 كورونا
للاسف يعني من مثلا النهارده النادي الاتحاد الصفحه الرسميه اعلنت فعلا عن الثلاثه كورونا دي كمان. بالظبط عندنا 2 لعيبه وحد من الجهاز الاداري. ف يعني الامور برضه بتصعب اكتر علينا لان احنا كنا بنتمرن 20 لعيب يا فاروق. دول لعيبه اساسيه كابتن في الفريق يعني لعيبه موجوده في الفرقه يعني لعيبه ايا كان اساسيه او مش اساسيه مش هي دي القضيه لان انت النهارده ما فيش اساسي واحتياطي لان الامور عندنا زي ما بقول لك في عندنا 3 محترفين لسه ما جوش. عندنا نور هيبقى موقوف ماتش الزمالك، عندنا رفعت مش هيلعب ماتش الزمالك، عندنا سيسي مش هيلعب ماتش الزمالك، عندنا كريم الديب لسه راجع صليبي، عندنا الاثنين اللي كانوا كورونا من اول لسه نازلين معانا التمرين من يومين، عندنا 2 تانيين النهارده. لا الامور صعبه ومصعبين 2 لعيبه من 2001 فكل الامور عارف جايه مش مظبوطه معاك. وبالتالي انت كانت طلعت بيحاول ومع الجهاز ان احنا نولف نعمل توليفه كويسه لبدايه الدوري على اساس ان احنا بنامل ان شاء الله لان مفيش وقت بنامل ان الثلاثه المحترفين يرجعوا بنامل ان يبقى هيدخل معانا بقى سيسي رفعت نور بعد الايقاف يعني امور كتيره انت بتحاول تحلها في المباراه اللي جايه دي على طول ده الاهم. تمام توفيق يا كابتن محمد ليك ويا رب دايما نشوفكم ونشوف نادي الاتحاد دايما في احسن حال. معايا على الهاتف ايضا الباشمهندس فرج عامر رئيس نادي سموحه. تحياتي ليك يا باشمهندس. طيب خط قطع. طيب هيرجع لنا مره ثانيه الباشمهندس فرج عامر. برضو يمكن كابتن محمد اتكلم على جزئيه ان الباشمهندس فرج عامر يعني كان ليه دخل في فكره تهدئه الموضوع ما بين لاعبي نادي الاتحاد ولاعبي نادي سموحه في فكره خلاص هي مشكلة حصلت في الملعب والكبار هم بقى اللي بيفصلوا هذه الجزئية. طبعا باشمهندس فرج عامر من الشخصيات المحترمة واللي دايما يعني في الحق دايما موجود. باشمهندس فرج عامر كنا بنتكلم على الوديات. فوز الزمالك النهاردة على طنطا بهدفين لهدف، أحرز الهدف حسام أشرف لاعب طبعا من اللاعبين الناشئين، ده تاني ماتش يحرز هدف بالنسبة لنادي الزمالك وهو اللي افتتح التسجيل في الدقيقة 60، ثم مصطفى فتحي بيضيف الهدف الثاني وسجل محمد العشري هدف طنطا الوحيد. والتجربة مميزة جدا. الشوط الأولاني كان لفريق نادي الزمالك طبيعي ولكن أشرك عدد من اللاعبين الناشئين في الشوط الثاني وتألق كبير لمصطفى فتحي في هذه المباراة. طبعا كنا قلنا خبر قبل كده ان مصطفى فتحي من خلال الفترة اللي فاتت مستر كارترون الى حد ما مش مقتنع بفكرة تواجده في الفترة القادمة، لكن هل المباراة الودية ممكن تغير شكل وفكر مستر كارترون في تواجد مصطفى فتحي مرة اخرى لانه النهاردة تألق بشكل كبير في هذه المباراة. بعد المباراة نادي الزمالك طبعا عنده مباراة ودية اخرى يوم الاربعاء، ثم اجازه يوم اول يوم العيد، عنده مباراه وديه يوم الاربعاء ثم تمرينه جماعيه يوم الخميس ثم راحه اول يوم العيد وبالتالي هيرجعوا للمباراه للتمرين مره اخرى يوم السبت. باشمهندس فرج عامر مره اخرى معانا على الهدف. تحياتي ليك يا باشمهندس. اهلا اهلا وسهلا. ازيك يا كابتن محمد؟ ربنا يخليك يا باشمهندس. منور كل سنه وسيادتك طيب. ربنا يخليك دايما موفقين نادي سموحه. امر سيادتك. ربنا يخليك. النهارده مباراه وديه بيفوز فيها نادي سموحه، برضو لو حضرتك كنت متابع المباراه فنيا رايك في فرقتك النهارده ايه؟ يعني بتتحسن. يعني لسه ما وصلتش للمفروض انها تكون عليه او ما وصلتش زي ما الدوري انتهى لكن بتتحسن. يعني السرعة بتزيد شوية شوية. لسه برضو طبعا عندنا ملاحظات. فرقة يعني لسه قدامها وقت عشان ترجع للفورمة بتاعتها. أول مباراتين كانوا يعني هزيمة، برضو ما قلقش الفرق باشمهندس فرج عامر فكرة إن أنا بتهزم مباراتين ورا بعض، ما كانش في مشكلة بالنسبة للجزء الفني، ما كنتش قلقان يا باشمهندس؟ لا، ما هو كابتن حمد الصيدي اللي تعادل مع الأهلي تعادل معاه في آخر مباراة في المباراة الرسمية. هو مدير الفني. وبعدين طبعا الاهلي طبعا فريق كبير والزمالك فريق كبير. كان يوم ماتش الزمالك كان الملعب صغير قوي طبعا علينا وعلى الزمالك. بس هو عدد الاهداف بس هو يا باشمهندس ممكن الفريق يتغلب. بس انا معاك. بس هو الكابتن الشوط الثاني نزل ناس كتيره قوي، ناس لسه راجعه من الاصابه، يعني في لعيبه كتيره جدا لسه راجعه من الاصابه ويعني وجرب كل الناس في كل الدنيا يعني ما بصش انه بيلعب الاهلي والزمالك المفروض يقفل. لا لعب ثلاثه قدام ولعب باثنين في النص او واحد وتحتيه واحد. يعني لعب بحريه تامه وجرب كل اللي هو عايز يعمله. وبعدين ما الشوط الثاني يوم
الزمالك احنا جبنا جون لما لعب بفرقه يعني ثانيه والزمالك ما جابش جون. يوم الاهلي كانت الفرقه ماشيه معقول في الشوط الاول، دخل فينا جون، احنا الارتداد بتاع الكوره ما كانش فيه متابعه، وبعد كده الشوط الثاني الدنيا فتحت برضو لاخطاء في الدفاع واخطاء في نص الملعب. بس النهارده يعني تحسن بتشوفه في الاداء يعني عن المباراتين اللي فاتوا؟ يعني في تحسن. بص هو المباريات الوديه ما بتعبرش عن شيء اكيد طبعا، بس هي مهمه يعني فكره ان انا عوده مره، لكن كويس قوي ان احنا بنلعب مع فرق كبيره ومع فرق الدوري الممتاز في المباراه الوديه. طيب باشمهندس، ما حدث في الدقيقه 85 والمشكله اللي حصلت، وحضرتك يمكن كان ليك يد في فكره فصل القوات زي ما احنا بنتكلم في الملعب، وحضرتك يعني كابتن محمد ابراهيم لسه كان بيقول لك ان هذا كان ليك يعني اتفضل. الكابتن حماده صدي عارف التفاصيل كلها. هو يعني ويقدر يقول لك معاك هو طيب ولا مش معاك؟ مش معايا، بس حضرتك تكلمه. لكن انا كلمت احمد رفعت واعتذرت له، عيب ما بصيتش بقى مين اللي مبتدي ومين اللي ضرب ومين اللي عمل، على اساس المباراه في نادي سموحه يعني. وطيبت خاطره وشديت من اظهره وقلت له ما تزعلش وحقك عليا الى اخر هذا الكلام، ما بصيتش بقى مين اللي بادئ ومين اللي ضارب ومين اللي ابتدى ومين اللي عمل. يعني العمليه فريقين الاتحاد وسموحه اشقاء صحيح، واحنا بنلعب مباراه وديه ومباراه بروح معنويه، فانا ما بصيتش لكده. وصالحنا والكابتن حماده كمان صالحه وعمل جزا كبير على الهاني سليمان، لان حتى لو التاني ضربه ما كانش ينفع ان الهاني سليمان يعمل كده، خاصه المباراه في ملعبنا يعني. صحيح، ضيوف يعني عند حضراتكم طبعا. ضيوف بالظبط بالظبط بالظبط. طيب باشمهندس، هل في مشاكل بتواجه نادي سموحه في فكره اللاعبين المحترفين؟ هل في اي مشكله ولا الامور ماشيه الحمد لله تمام؟ ما عندناش مشاكل، ما عندناش مشاكل. صلاح محسن طب وناصر ماهر متواجدين خلاص الموسم؟ لا الموسم القادم انا ما اعرفش حتى الان، يعني طبعا ده قرار الاهلي وقرار اللاعبين. ما فيش اي تفاصيل يعني حصلت ما بين حضراتكم والنادي الاهلي؟ لا 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 لسه بدري، ما ينفعش اتكلم دلوقتي. يعني من وجهه نظرنا ما ينفعش ده الوقت بدري قوي ان احنا نتكلم دلوقتي، احنا نركز دلوقتي في المباراه القادمه ونبذل خساره جهودنا، وقبل الدوري ما ينتهي بمباراتين او حاجه نبتدي نتكلم تكون الامور اتضحت. لكن القرار في النهايه هو قرار الاهلي وقرار اللاعبين طبعا. تمام، احنا نتمنى ان يكونوا معانا طبعا. اضافات هامه قوي قوي، ما حدش يقدر يقول غير كده. لكن زي ما قلت لسيادتك، الاهلي وناصر ماهر وصلاح محسن هم اصحاب القرار. تمام يا باشمهندس، بشكر حضرتك يا باشمهندس، ودايما يعني حضرتك من الشخصيات المحترمه اللي دايما ليها سعة صدر في الكلام، وزي ما انت شفته كده يعني باشمهندس فرج عم بيتكلم، مش مهم مين اللي غلط، مهم ان الامور تخلص بسلام من خلال طبعا ما حدث في هذه المباراه. اللجنه الخماسيه بتقرر حكام اجانب، يعني فكره الحكام الاجانب في مباراه الاهلي والزمالك خلاص قررت اللجنه الخماسيه في هذه المباراه اللي في الاسبوع 21 ان شاء الله هتقام يوم 22 اغسطس، هيبقى في حكام اجانب لهذه المباراه. اعتقد ده دايما يعني اللجنه الخماسيه بتريح نفسها، يعني بدل من بدري كده ادي حكام اجانب هنحدد دولتهم هنحدد جنسيتهم، ولكن خلاص بنريحكم من دلوقتي الحكام الاجانب هيكونوا متواجدين في هذه المباراه. هقول خبر يمكن هو موجود على السوشيال ميديا، وانا بحترم هذا اللاعب يعني بغض النظر عن تواجده بشكل ممكن يكون في الدرجه الثالثه. يعني خليني بس اروح للكابتن تامر النحاس لان مهمه جدا المكالمه دي، وارجع للخبر اللي انا عايز اقوله بخصوص هذا اللاعب. كابتن تامر مساء الخير عليك. الله يكرمك كابتن محمد، ربنا يكرمك. طبعا كابتن تامر نجم كبير في كره القدم ومن اشهر الايجنتس اللي موجودين في مصر، فبالتالي يعني مهمه جدا المكالمه دي، خصوصا ان انت يعني ايجنت لكذا لعيب في مصر، فده يهمنا ان احنا نعرف بعض التفاصيل من خلال تواجدك معنا يا كابتن. يعني ربنا يكرمك يا محمد. طيب، تحت امرك. طيب يعني بدايه هنتكلم على مروان محسن، ايه الامور وصلت لايه في مروان محسن كابتن؟ لا خلاص الحمد لله، ومروان كان يعني في قاعده امبارح مع كابتن امير توفيق واتفقنا على كل حاجه، والنهارده مروان وقع الحمد لله. يعني خلاص مده قد ايه يا كابتن؟
ثلاث مواسم ان شاء الله. ثلاث مواسم. كان في مشكله في اي حاجه كابتن في التعاقد، في فكره الفلوس، فكره العدد السنين؟ لا لا، خلينا نتفق يا حاج محمد ان الـ ان الـ ان, الـ إن النواحي الماليه حاليا في الانديه الكبيره زي الاهلي والزمالك يعني الامور يعني جيده، ما نقدرش نقول ان الارقام مش محتاجه انك تتفاوض فيها كتير، فتبقى الامور عارف مثلا مروان كان نفسه في حاجات خد مثلا 95% منها، فده في حد ذاته يبقى حاجه جيده يعني. صحيح صحيح، كلام مظبوط. طيب رايك في سوق اللاعبين في الوقت الحالي يا كابتن، يعني في ظل الوقت دلوقتي، هو لسه بدري على الموسم القادم، لكن فكره الانديه وانها بتجيب لاعبين وبتحاول انها تامن نفسها من دلوقتي، رايك كوكيل لاعبين في التوقيت ده بتشوف ازاي الامور ماشيه او السوق ماشي ازاي؟ خليني اقول لك ان ده ما بيحصلش الوقت، يعني انا متخيل ان نص فرق الدوري مهتمه قوي ان الدوري يرجع وتشوف هتبقى موقفها ايه، لان الامور متقاربه جدا، فما فيش تفاوضات بالشكل اللي احنا كنا متخيلينه. احنا 7 و8 كان بيبقى كل التفاوض اللي بيتم للموسم التالي، لكن طبعا عشان الموسم هيخلص على شهر 11 فما فيش حد بيفكر دلوقتي بشكل كبير في التعاقدات. او ممكن الاهلي يفكر في حد زي طاهر عشان يبقى يعني استراتيجيا حاجه كويسه ليه، لو ما قدرش رمضان يقدر يجيب رمضان او كده، فدي قصه تانية. لكن في الغالب معظم الانديه منتظره، لان خلي بالك 17 مباراه او 18 مباراه ممكن تبقى انت في لعيب ناوي تمشيه ويؤدي كويس جدا وتحتاجه فيقعد، وممكن لعيب انت عايز تجيبه فما يظهرش بالمظهر اللي انت عايز، هو ده اللي يناسبني، او يظهر لعيبه اخرين وكده، وبالذات ان كمان جزء كبير من الانتقالات بتبقى ليها علاقه بالدرجه الثانيه. خلينا نقول ان 20 25% من الانتقالات تبقى لاعبين بيجوا من الدرجه الثانيه اللي هي اصلا برضه ما فيهاش لعب وبقى لها فتره طويله. فانا متخيل ان الموسم اللي جاي هيبقى انتقالاته يعني ايه على التاريخ مش على الواقع اللي احنا هنبقى شايفينه في الموسم في الدور الثاني من الموسم الحالي. طيب كابتن، من وجهه نظرك برضه كوكيل لاعبين دايما بتستشف الامور الخاصه بانتقالات اللاعبين، رمضان صبحي وفكره انتقاله من هدرسفيلد للنادي الاهلي بشكل نهائي، شايفها ممكن تروح على فين؟ يعني خليني اقول لك نقطتين. يعني النقطه الاولانيه من وجهه نظر، يعني انا طبعا يعني اقول وجهه نظر يعني فنيه من خبير شويه، يعني انا وجهه نظر ان رمضان لو عنده فرصه في انه يستمر في الخارج ممكن تبقى دي افضل لرمضان شويه. النقطه الثانيه، هو خد تجربه طبعا وما كانتش يعني ناجحه بالشكل الكبير، فلما رجع النادي الاهلي عمل بصراحه يعني نص موسم كان فيه رائع بالذات كمان مع المنتخب الاولمبي، ف يعني انه يجي تاني اعاره مثلا للنادي الاهلي ممكن تبقى افضل حل لكل الاطراف، وبعدين يرجع يكمل تجربته بره اللي هي لازم تكمل. لكن لو تالي رجع نهائي ووقع عقد مثلا 3 أو 4 أو 5 سنوات فممكن دي تؤخر فرصه تاني انه يسافر، فيبقى سافر في سن كبيره شويه. لكن انا شايف ان لو النادي بتاعه يعني خلى الارقام معقوله، لان برضه خلي بالك النادي الاهلي باع رمضان بكام وهيرجع الشريط بكام بالظبط، يعني صح. يعني برضه ده يعني كلام برضه داخلين في منطقه هتبقى يعني شديده شويه، لان طبيعي جدا ان اللاعب بيلعب كويس او الانديه في مصر اهلي او الزمالك لو عنده لاعب مميز وباعه بره برقم كبير نقول 5 مليون 4 مليون ده رقم كبير، طب اما ارجع اشتريه بنفس الرقم يعني الفايده ايه؟ يعني حاجه صعبه شويه. لكن خلينا نقول ان رمضان لو استمر في النادي الاهلي طبعا اضافه طبعا رائعه للنادي الاهلي طبعا أكيد. لكن في المقابل هو بقى اللي هيقدر يحدد طبقا لظروف النادي بتاعه وقيمته، لان طبعا اكيد ناديه بعد لعبه مع المنتخب الاولمبي اكيد حط في دماغه ارقام مختلفه صحيح. عن اللي كان ممكن ياخدها لو ما حصلش هذا التالق الكبير سواء على المستوى الفني او مستوى القياده. خلي بالك ان رمضان تحول صحيح، لا شخصيه اختلفت تمام، ما بتتكلمش على لاعب مميز او لاعب صغير واعد، لا ده انت بتتكلم على قائد قدر يقود الناس، وبصراحه يعني انا اظن ان احنا كلنا فخورين بيه يعني. طيب كابتن، خليني يمكن حضرتك وكيل لباهر محمدي وايضا لرجب بكار، ومين تاني يا كابتن بقى من اللعيبه اللي بيتردد اساميهم الفتره اللي فاتت في فكره الاهلي والزمالك؟ كفايه دول، خلينا في دول يا محمد. طيب اخبارهم ايه؟ طيب يعني فكره الكلام وتردد كلام عن وجود رجب بكار في نادي الزمالك، ثم ما اعرفش ايه اللي حصل، هل تراجع نادي الزمالك؟ ايضا باهر محمدي الامور وصلت في إيه لايه مع نادي الاهلي؟ يعني التوضيح من خلال حضرتك ده برضه شيء مهم. طيب انا ما زلت هقول ان انت بتتكلم على نص دوري ما تلعبش يا محمد، نص دوري ما تلعبش يعني 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 لسه في نص دوري، ورجب بيلعب في فرقه كبيره جدا اسمها بيراميدز صحيح، يعني هنصنفها من الاربعه الكبار في الدوري المصري حاليا،
فانت وناقص دور كامل، دور كامل هيلعب فيه بكار اكيد وهيشارك. ففكره انتقاله او الكلام على انتقاله دلوقتي انا اظن انها فكره سابقه لاوانها شويه، ولكن هل هناك رغبه من انديه كبيره زي الاهلي والزمالك انها تفكر في رجب بكار؟ اه، لو اي نادي من الاثنين بيفكر في باك رايت لازم هيفكر في رجب بكار، والا هيبقى عندنا مشكله. يعني اه في لعيبه كتيره موجوده، علي فوزي في انبي هايل، كريم العراقي في المصري هايل، علاء في اف سي مصري هايل في الناحيه اليمين، لكن لو هنقول ان اكثر جاهزيه وخبره في المكان ده ممكن نقول ان رجب هو ممكن يبقى محط الانظار. لكن هل ينفع يحصل تفاوض دلوقتي؟ هرجع واقول لك نفس الكلام. هل احنا عندنا 17 مباراه، 17 مباراه دول هل هيحصل فيهم متغيرات؟ خلينا متفقين يا كابتن تامر، انت لعيب كوره وانا لعيب كوره، وبنبقى عارفين ان الانديه ما بتسكتش، يعني بتفضل شغاله، لان اداره التعاقدات دايما في اي نادي، وحضرتك كمان كوكيل لاعبين، فكره الشغل بيبقى مستدام طول السنه. يعني انا بفكر للموسم القادم من البدايه، من بدري يعني، عشان بس احنا انت عارف ان احنا فاهمين الليله دي. حاضر، هقول لك كلام والله واقعي يا محمد. تمام، بالظبط كده. طبعا التفكير في اللاعب حاجه، وانك ممكن تغري اللاعب ويحصل التعاقد يعني، وانك انت تقدر تتفاوض مع نادي حاجه ثانيه. يعني لو بيراميدز طلبت في رجب ب 20 30 مليون هتعمل ايه؟ هل هتروح تجيبه ولا هتفكر في بديل تاني او نقطة مهمة. ففي الاخر وقيمته هتتحدد امتى؟ النهاردة لو تيجي تشتريه لسه بيراميدز محتاجاه، ممكن ينهي الموسم بشكل كبير جدا ويبقى في منتخب مصر فقيمته تزيد. ممكن السنة الجاية في بدايتها احمد فتحي لما يجي، ولو استقر في بيراميدز انه يلعب ناحية اليمين مش في نص الملعب، يبقى ممكن فرص بكار تبقى اقل شوية، فيبقى فرص في البيع، فيبقى بيراميدز ناوية تسهل في القيمة المالية. فعشان كده بقول لك ان طالما ما حصلش تفاوض بين الاندية فوق، خلي اللعب تحت بقى بين النادي ده واللاعب ده زي ما عايز. حتى لو كان مضى، خلي بالك بقى، يعني لو مضى في اي نادي ولسه ما خلصش مع النادي التاني، طب انت هتعمل ايه؟ طيب باهر بقى يا كابتن، باهر يا كابتن تامر. يا باهر قصته اسهل، خلينا نقول ان باهر برضه بيلعب في النادي الاسماعيلي، نادي كبير جدا وفي تمسك كبير جدا من الاسماعيلي الباهر، لان طبعا يمكن هم بيعملوا فرقه لو بصينا على متوسط اعمارها صغير. باهر محادي كابتن الفريق، وبنتكلم في لاعب عنده 22 سنه او 23 سنه 24 سنه، يعني لسه صغير. فالهدف لباهر في ذهن النادي الاسماعيلي، وانا متاكد من ده، ان هو يسافر بره مش ينتقل داخليا. وده نقطة محددة، إن باهر محتاج إنه يسافر، لاعب منتخب مصر، لاعب أساسي شبه أساسي في منتخب مصر. فأنت لازم لما تيجي تفكر فيه كنادي إنك تحاول تسوى بره، عشان القيمة المالية تبقى قيمة مالية مناسبة. بالذات إن أنا هقول لك إن تراجع القيمة المالية في آخر سنتين هيتراجع، طبعا اللي حصل من نشأة بيراميدز ما أظنش إنه هيتكرر تاني الأرقام الكبيرة دي. فبالتالي الإسماعيلي بيفكر في تسويقه خارجيا، واللي انا شايف ان هو ده الاولى، اللي انا شايف ان وانت كمان يا كابتن كوكيله بتفكر بنفس الشيء؟ طبعا انا نفسي باهر يسافر، وان الكلام اللي طبعا الكلام اتاخر، خلينا نتفق برضه ان لو كورونا دي ما جاتش كان ممكن حاجات كتيره جدا تتغير على مستوى العالم كله. منها باهر، ان حتى الناس اللي بتتكلم، طب انت النهارده لو اي نادي عايز ياخد باهر بره، باهر مش هيخلص مع الاسماعيلي ده في شهر 11. هل كده هيتغير في العالم ويبقى فاتحينه شويه بطريقه مختلفه عشان يحصل انتقال بهدوء وكده؟ لكن انا شايف ان باهر يعني هيبقى قريب جدا من الاحتراف، وانا اتمنى انه يبقى احتراف اوروبي مش احتراف خليجي، اتمنى. لكن طبعا في الاخر انت بتبقى مقيد بالنواحي الماليه اللي هيطلبها النادي الاسماعيلي. اكيد. كل التوفيق لكل اللعيبه اللي معاك كابتن، سواء بقى ان شاء الله مروان بعد تجديد عقده، وايضا رجب بكار ثم باهر محمدي، كلهم لعيبه مميزه، نتمنى نشوفهم في احسن حال عشان مستوى الكره المصريه يرتفع بشكل كبير. خلينا نطلع لفاصل وهكمل اخباري مع حضراتكم، وان شاء الله كده مكملين اخبار كده دايما بالخير على الكره المصريه. مكملين مع حضراتكم والبريمو، خلينا يعني واحنا بنتكلم كده، خلاص الموسم الكروي بالنسبه للدوريات الاوروبيه تقريبا كله انتهى بشكل كبير. نجومنا المحترفين في الدوريات الاوروبيه زي ما انتم شفتوا تالقوا بشكل كبير، بدايه من محمد صلاح طبعا نجم مصر ونجم ليفربول، واللي يمكن بيتغنى بيه كل جماهير العالم، بالاخص طبعا جماهير ليفربول والجماهير المصريه. يعني احنا سعداء جدا بحصول صلاح على لقب دوري الأبطال قبل كده، ثم دوري الإنجليزي أو لقب الدوري الإنجليزي الممتاز، دي حاجة شرف لكل المصريين. وده احنا زي ما احنا شفنا علم مصر كان موجود على منصة التتويج بالنسبة لي الدوري الإنجليزي، وده لأول مرة في تاريخ أي لاعب مصري إن يبقى متواجد بالشكل كده علم مصر. ده حاجة كانت طبعا سعداء بيها بشكل
كبير. ده بالنسبه لمحمد صلاح، وكنا نتمنى طبعا انه يحصل على هداف الدوري للمره الثالثه على التوالي، كانت هتفرق كتير قوي مع صلاح، لكن خلاص الحمد لله. طبعا كانت منافسه كبيره من مجموعه لاعبين مميزين في الدوري الانجليزي على اسهم فاردي، فبالتالي صلاح يكفي طبعا حصوله على هذه البطوله. ايضا لو احنا بنتكلم على ايضا اثنين لاعبين مميزين جدا، سواء تريزيجيه او المحمدي، وبقاء استون فيلا في الدوري الانجليزي، وممكن نقول ان من اسباب بقائه في الدوري الانجليزي الممتاز استون فيلا هو تريزيجيه والمحمدي، وبالاخص خلينا نتكلم على تريزيجيه لان هو في اخر 3 4 مباريات كان متالق بشكل كبير. خلي بالكوا الجزء الاخير من اي بطوله، او فكره ان انا فاضل لي 4 مباريات او 3 مباريات، لو كسبت مثلا عدد منهم معين هفضل في الدوري، دي بتبقى اهم مباريات. مش بتكلم على الاول خلاص، خلاص اللي حصل في بدايه الموسم مختلف، وفي منتصف الموسم بيبقى مختلف. في المباريات الاخيره بصراحه تريزيجيه كان متفوق على نفسه بشكل كبير، وقبل كده المحمدي برضو يمكن احرز هدف في مباراه وكسب استون فيلا في مباراه من المباريات، لكن تريزيجيه ما شاء الله عليه في هذه المباراه او في كم مباراه الاخيره، بالاخص في مباراه الارسنال الهدف بتاعه اللي ادى يعني نفس بالنسبة لأستون فيلا وأمل في البقاء في الدوري الممتاز، على أساس أن الفرق التانية يحصل لها مشكلة، وده حصل فعلا في المباراة الأخيرة. بالتالي يعني تريزيجيه بقى بطل بالنسبة لفريق أو جماهير فريق أستون فيلا. خلينا نروح لأمير عبد الحليم، واحد من المحللين المميزين للدوريات الأوروبية. خلينا نروح نسأله عن شكل الدوريات الأوروبية ما بعد ما انتهت، وخصوصاً نجومنا وتألقهم في هذه الدوريات، بما فيهم طبعا احمد حسن كوكا، ايضا صعود ويست بروميتش للدوري الانجليزي الممتاز. تحياتي ليك يا احمد. مساء الخير يا كابتن محمد، كل سنه وانت طيب، بعيد سعيد عليك وعلى مشاهدي قناه تن. طيب يعني زي ما انت شفنا كده الدوريات بتنتهي الاوروبيه، وتألق كبير من نجومنا في الدوري او الدوريات الاوروبيه، يعني سواء بقى الدوري الانجليزي او حتى الدوري اليوناني، وحصول احمد حسن كوكا على الدوري اليوناني. الحقيقه ان كان موسم مميز جدا للاعبين المحترفين، يعني كان في اكتر من اسم صراحه ساهم بشكل كبير مع فريقه، يعني نتكلم عن احمد حسن كوكا ساهم بشكل كبير جدا في التتويج بالدوري اليوناني، طبعا احمد حجازي اللي غاب لفتره طويله في بداية الموسم بسبب الجراحة اللي خضع عليها قدر ان هو يرجع في الدور الثاني من الموسم، وطبعا الناس عارفة ان الشامبيونشيب بطولة قوية جدا لا تقل قوة عن الدوري الانجليزي الممتاز، لكن كان قادر ان هو يحظى بثقة المدير الفني بيليتش، وان هو يشارك في المتبقي من الموسم مع ويست بروميتش ويقودهم للعودة للدوري الانجليزي. والحقيقة ان احمد حجازي تحديدا حالة فريدة جدا، لان هو لاعب كان مميز جدا مع ويست بروميتش في الظهور الاول ليه لما انتقل من النادي الاهلي لويست بروميتش اول مرة سنة 2017، وشارك معهم في 38 ماتش، يعني شارك بنسبة 100% من مباريات ويست بروميتش في البريمير ليج. وبعد كده لما ويست بروميتش هبط سمعنا عن عروض لأحمد حجازي يمكن كان أبرزها من ليستر سيتي، لكن هو بسبب تمسك ويست بروميتش دي وبسبب العقد بتاعه اللي فيه شرط جزائي كبير جدا ما كانش فيه فرصة ان هو يسيب ويست بروميتش يكمل معهم. السنة اللي فاتت وصلوا البلاي اوف وللأسف فشلوا في الصعود لحساب أستون فيلا، والسنة دي قدر ان هو يعود للبريمير ليج. وطبعا تريزيجيه والمحمدي اللي قدروا ان هم، يعني تريزيجيه تحديدا كمان كان حاسم جدا في بقاء استون فيلا في البريمير ليج، لان هو سجل في كريستال بالاس هدفين وسجل هدف الفوز على ارسنال، فحقق ليهم 6 نقاط كانوا غاليين جدا للبقاء في البريمير ليج. وطبعا تريزيجيه الحقيقه يعني الموسم بتاعه لما نيجي نبص ان هو سجل في كل الفرق الكبيره اللي لعب ضدها استون فيلا، يعني سجل في تشيلسي وسجل في ليفربول، صحيح فرق كبيره كلها، في ارسنال بالظبط، وسجل كمان في ليستر سيتي في سيمي فاينال كاس الرابطه علشان استون فيلا يتاهل للنهائي ضد مانشستر سيتي. يعني تريزيجيه الحقيقه ساب علامه كبيره جدا مع جمهور استون فيلا، سواء بدور الحاسم في التاهل لنهائي كاس الرابطه وفي بقاء استون فيلا. اللي احنا مستنيينه من تريزيجيه السنه الجايه ان هو طبعا يكمل في انجلترا، احنا سامعين عن اهتمام تركي من جلطة سراي بضمه، لكن نتمنى استمراره في انجلترا السنه الجايه، ونتمنى ان هو يسجل في شباك كل الفرق مش الفرق الكبيره بس. يعني انت طبعا يا كابتن محمد كنت مهاجم كبير في النادي الاهلي، وعارف ان اللاعب بينزل الماتشات الكبيره طبعا عنده حماسه وعنده رغبه في التسجيل وان هو يظهر نفسه، لكن اللاعب الكبير
اللي عايز يروح لنادي كبير لازم يكون بنفس المستوى في كل المباريات. صحيح. يعني انت اكيد كنت بتلعب وكمان في النادي الاهلي وكمان وعارف. خلي بالك يا امير، عشان اوصل لان انا النجوميه مش بس المباريات الكبيره، لا المباريات الكبيره والصغيره لا تهاون في اي مباراه عشان فعلا اوصل للحاجه اللي انا عايزها، وده اللي عمله محمد صلاح على فكره. يعني محمد صلاح الحقيقه هو بيعلم كل المحترفين المصريين. طيب. ودي حقيقه فعلا، لان محمد صلاح الحقيقه باللي وصل له كان بالنسبه لنا، بالنسبه لكل المصريين سواء لاعبين او جمهور كره قدم، بالنسبه لنا دي احلام. يعني انا دايما بقول ان اللي بيعمله محمد صلاح ده كان اقصى حاجه نعملها، ان احنا نعملها في واحنا بنلعب بلاي ستيشن، بنلعب فيفا او برو ايفولوشن، لما نعمل الكارير مود ونعمل لعيب مصري وندخل ونحقق بيه بطولات. فمحمد صلاح حقق اللي احنا بنحققه في البلاي ستيشن. محمد صلاح وصل لمكانه كبيره جدا، بنتكلم عن ان الراجل بيصنف من ضمن افضل اربع او خمس لاعبين في العالم، منافس كل سنه على البالون دور، منافس كل سنه على الحذاء الذهبي، وان هداف البريمير ليج، فاز السنه اللي فاتت بدوري الابطال، وفاز السنه دي بكاس العالم للانديه وبالدوري الانجليزي. طيب امير، وانت بتتكلم على صلاح، لو كان البالون دور كان السنه دي كان هيبقى متواجد، او الاحتفاليه كانت هتبقى متواجده، هل ممكن كان صلاح يبقى متواجد من الثلاثه الكبار من وجهه نظرك؟ اعتقد كان هيبقى صعب، لان ليفربول ودع دوري ابطال اوروبا بدري جدا. يعني دي نقطة مهمة، يعني دايما مثلا يعني احنا لما شفنا لوكا مودريتش بينقي سيطرة ليونيل ميسي وسيطرة كريستيانو رونالدو على الكرة الذهبية. بس كان ده خلي بالك برضه، عشان لوكا مودريتش اوكي كان لعيب جامد، لكن كان جزء تسويقي اكتر والناس زهقت. خلي بالك اللي في اللي ماسكين البالون دور او اللي هم المسؤولين يعني، لكن الاثنين دول يعني الاثنين اساطير. رجع كسبها السنه اللي فاتت يعني. ما انا بكلمك، كان لازم يبقى حد في النص كده يعني يختار ياخدها منهم يعني كده عشان الشكل. الحقيقه علشان نكون بنتكلم يعني بعقلانيه، وحتى كمان يعني الناس تقييمها بره النجوم الكبار لمحمد صلاح هو منافس على البالون دور، لكن احنا بنتكلم ان كريستيانو رونالدو لسه موجود في دوري الابطال، وطبعا هو بينافس برضه على الحذاء الذهبي وان هو يبقى هداف الدوري الايطالي وقاد يوفنتوس للتتويج بالدوري الايطالي. ليونيل ميسي صحيح ما كسبش الليجا مع برشلونه، لكن خلص هداف الليجا ولسه برضه منافس في دوري الابطال. دايما الجوائز الفرديه بتروح لاصحاب الانجازات في البطولات الكبيره زي كاس العالم. يعني احنا عارفين دايما ان سنه كاس العالم غالبا البالون دور بتروح للاعب كسب كاس العالم. دوري الابطال نفس الحال، دوري الابطال ليه رونق خاص. وكمان في نقطه مهمه الناس احنا عايزين نوضحها للناس، ان البالون دور بتبقى بتصويت الصحفيين. يعني والجائزة ذا بيست اللي من الفيفا بتبقى بتصويت المدربين وكباتن الأندية. فدايما النقاد لما بيجوا يختاروا بيروحوا اكتر لحته البطولات اللي من الشكل ده، من النوعيه دي، اللي ساهم في تتويج فريقه بدوري الابطال، اللي ساهم بتتويج منتخب بلاده في كاس العالم. علشان كده احنا دايما بنسمع ان من النجوم الكبار، ويمكن انا كنت عامل حوار مع ديفر شوكر نجم منتخب كرواتيا السابق ورئيس الاتحاد الكرواتي فيرو الحالي. جامد كان فيرو جامد ده طبعا، ده من افضل لاعبين العالم، وسنه 98 كان ثالث افضل لعيب العالم بعد زيدان ورونالدو. صحيح. سالت السؤال ده، ان هو محمد صلاح امتى ممكن يكسب البالون دور؟ فهو كان رده ان محمد صلاح لو في كاس العالم سنه 2018 كان ما كانش تعرض للاصابه دي، كان ممكن يوصل مع منتخب مصر لدور ال 16 ووقتها، لان محمد صلاح عمل موسم استثنائي وهايل وكان افضل لاعب، كان ممكن يكسب البالون دور. يعني مع انه وقتها لوكا مودريتش اللي هو من استاد كرواتيا هو اللي فاز بالبالون دور، لكن شكر بص ليها من نظره تحليليه. شاف ان محمد صلاح كان عامل فعلا موسم استثنائي، لو كان بس كمل مع منتخب مصر صعد بس لدور ال 16 لكاس العالم كان هيستحق البالون دور وقتها. نتمنى طبعا ان هو ياخدها ان شاء الله في سنه من السنين يا رب. طيب امير، قبل ما يعني انهي معاك المكالمه سريعا، رمضان صبحي وفكره يعني التقارير عن من نادي هدرسفيلد او التقارير الانجليزيه عن وجود رمضان صبحي مره اخرى، يعني برضو لو انت عندك او مطلع على هذه الجزئيه، يعني برضو جماهير نادي الاهلي منتظره، هل رمضان صبحي هيبقى متواجد في نادي الاهلي ولا هيرجع تاني للدوري الانجليزي؟ هو الموقف كالتالي، النادي الاهلي تحرك اول بان هو طلب تمديد اعاره رمضان صبحي لحد نهايه الموسم، لحد نهايه شهر 10، علشان رمضان صبحي يشارك في الدوري ويشارك في دوري الابطال. هدرسفيلد رفض، هدرسفيلد قال انا بالنسبه لي عقد بتاعي يخلص 30/6 ورمضان صبحي يرجع لي بنهايه العقد،
ولو الاهلي عنده رغبه في ضمه يضمه بشكل نهائي مش على سبيل الاعاره. وهدرسفيلد حدد 4 مليون جنيه استرليني. يعني رمضان صبحي مش هيكمل لنهايه الموسم من الكلام اللي انت بتقوله ده؟ حاليا مش هيكمل نهايه الموسم. ده موقف هدرسفيلد الرسمي واللي المفترض ان هو خلاص ارسل بيه رسميا للنادي الاهلي. في كلام في ايطاليا عن رغبه اودينيزي او بس هو مش عرض رسمي. اهتمام من اودينيزي بضم رمضان صبحي واستطلاع راي هدرسفيلد. لكن الموقف دلوقتي الحالي في هدرسفيلد ان هم عندهم عرض واحد بس من النادي الاهلي بتمديد الاعاره، وده رفضه هدرسفيلد في انتظار ان الاهلي ياخد الموقف الخطوه الثانيه بان هو يقدم له عرض لضمه بشكل نهائي. انت الخبر ده يمكن ممكن ناس جديد علينا فكره ان رمضان، لان الاتحاد الدولي يعني سامح للانديه ان هم واللاعبين ان هم يمددوا العقد بتاعهم لغايه نهايه الموسم بالتراضي طبعا. بشرط طيب. موافقه الثلاث اطراف طبعا. الثلاث اطراف يعني موافقه الاهلي واللاعب وهدرسفيلد. كده الطرف الثالث مش موافق اللي هو هدرسفيلد. انت من خلال الكلام طيب. عامه يعني اتمنى التوفيق للنادي الاهلي في حصوله على رمضان يعني، وده لاعب مميز جدا. بشكرك يا امير ودايما متواجد معانا ودايما يعني ارائك وتحليلاتك واطلاعك على الدوريات الاوروبيه بتفيدنا بشكل كبير في البريمو معانا. اشكرك شكرا جزيلا. خلينا نطلع لفاصل. معايا الاستاذ احمد الخضري الصحفي والناقد الرياضي الكبير هيكون معايا برضه، هنتكلم على المباريات الوديه واستعداد الناس خلاص للفرق للدوري الممتاز خلاص بعد اجازه العيد. هيكون ان شاء الله اولى المباريات ان شاء الله والمباريات المؤجله ان شاء الله. مكملين مع حضراتكم في ضيافتي الاستاذ احمد الخضر الناقد الرياضي الكبير، واكيد كلام كتير النهارده عن استعداد الفرق. يمكن زي ما احنا شفنا المباريات الوديه حتى الان شغاله حتى ان شاء الله بدايه المباريات الرسميه بالمباريات المؤجله يوم 6 ان شاء الله. استاذ احمد برحب بيك. اهلا بيك. نور. نور انت. تكسر الدنيا انت معايا يا ما شاء الله من غير القوس انت النهارده حبيبي. القوس بقى مفيش اهلاوي وزمالكاوي بس انا لا اهو اهلاوي وزمالكاوي بس في الكرسي ده انا اهلاوي وزمالكاوي في نفس الوقت. طبعا. طيب خلينا نبتدي. رايك في المباريات الوديه اللي اتلعبت حتى الان بالنسبه للاهلي والزمالك، وايضا حتى النهارده كان في مباريات وديه من خلال الاتحاد وسموحه برضو يعني. هي طبعا يعني هي اجمل ما في المباريات الوديه ان هي رجعتنا ايه للكره تاني وال وجو الكوره اهتمام حتى للقنوات لا حسيتنا لا. وبعدين كان في الاول يقول لك ايه ده عاملين استوديوهات تحليليه للماتشات الوديه. قلت له ايه المشكله يعملوا ساعه وساعتين، حسسونا احنا بقى لنا 4 اشهر ما فيش حاجه. فانت ما بترجع للاجواء دي نمره واحد حسيتنا برضو بطعم الكوره رجعنا تاني. نمره اتنين والاهم طبعا فنيا انت ممكن تتكلم احسن مني، بس انا بتكلم على ان انت لا المباريات الوديه بينت ان اللعيبه كانت بتحافظ على نفسها. اللعيبه اغلب اللعيبه كانت بتتدرب مش زي ما كانوا بيقول لك كله قاعد ياكل وبس في البيت. لا شفنا ماتشات الاهلي والزمالك تحديدا واضح ان هو ارتباطهم بافريقيا ان هم هيلعبوا في افريقيا ده مركز مع اللعيبه. اللعيبه عنده الحافز النفسي هو من ذاته، هو بيلعب في الجيم في الشارع في الجنينه في كل حاجه. لا في لياقه دي ما خلينا متفقين. خليني اكلمك بقى بمنتهى الصراحه. تمام اتفضل. هل نوعيه اللاعبين اللي في الاهلي والزمالك بتختلف عن الأندية الأخرى، فبالتالي وجودهم هم مع نفسهم وتدريباتهم مع نفسهم غير اللعيبة اللي في الأندية التانية؟ كل احترام ليهم طبعا الأندية التانية، لكن الجدية بالنسبة للاعبي الأهلي والزمالك كانت أكتر، عشان كده احنا شفنا الموضوع كده. ما فيش كلام طبعا طبعا طبعا. وبعدين انت عندك الحافز أفريقيا يعني انت فيه اللي هو في وسط الجدول هنا في الدوري المصري بتاعه يقول لك طب اما يجي وقتها ربنا يسهل. لكن انا لو رجعنا لكن انت حتى هنا مرتبط بافريقيا او الكلام ده واغلبهم لعيبه منتخبات، اغلبهم متربيين في المنتخبات ومتاسسين. لا طبعا مع خلص احترام الانديه الثانيه اهلي والزمالك غير عايزون. اهم استفاده الناشئين. لسه كنت اسالك عن الناشئين يعني قبل الزمالك انا لفت نظري عربي العربي دوت عربي بدر حاجه جميله جدا جدا في الزمالك. فوجئنا في الاهلي. انت بتتكلم عربي على الاهلي؟ العربي في الاهلي. الزمالك بدانا نحفظ اسامه فيصل وحسام اسامه واشرف. لا لقينا لعيبه اتولدت كبار. لعيبه كبيره فعلا يعني. وده يخلينا نتكلم طب انتوا يا جماعه انتوا ليه مصممين تجيبوا لعيبه من بره ليه؟ سؤال يقول لك لازم. لا هو مش لازم ليه يعني انت لازم ليه يعني احنا قلنا في صفقات جماهيريه وصفقات تفيد النادي. لا هو ما هي ماشي ما جماهير انت ابن النادي. ما مصطفى محمد ده ابن النادي بس مصطفى محمد ايه اللي حصل له رمضان صبحي
لا رمضان مش لا مصطفى لا يعني مصطفى ايه اللي حصل؟ راح سنه طنطا طنطا بعد كده سنه طلع الجيش كان اصلا يعني ما طلعش مره واحده للفريق الاول. طب ايه المشكله دي ما تعتبرش صفقه يعني؟ لا 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 ما برضو بقى خلاص مهاجم ومهاجم منتخب مصر. انا قصدي انت دلوقتي كنادي زمالك مثلا بتدور على مهاجم طب ما انت عندك اتنين اهو ودول يسندوا ده مع ده مع ده بدل انت بتدور على حد من بره وبملايين الملايين او الكلام ده وقطاع ناشئين يستفيد بالفلوس دي فانا انا ليه يعني انا ما بقولش في ريبه او الكلام ده سواء اهلي او زمالك اهتموا يا جماعه بولاد النادي يعني وابن النادي برضو تاني انت تحسها ان ابن النادي اللي هو متربي في النادي من هو عنده 10 سنين 12 سنه لا من جواه حاجه تانية هو بيلعب هو لابس التيشيرت بتاع فرقته غير ما احنا في احتراف بس غير اللي هو جاي من بره ممكن سنه وهيروح حته تانية او الكلام ده في غيره في اوقات معينه اللعيب ده بيفرق فانا اعتقد ان اهم فايده كانت الزمالك والاهلي والزمالك اخطر الناشئين. طب انا هفضل في الجزئيه ده يا احمد هل صراع الناديين في فكره اللي بيجيب صفقات احسن واللي بيجيب صفقات اكتر هل ده موجود فبالتالي انا بجيب بس يعني عشان بس فكره القطاع الناشئين ده موجود الفكر ده طبعا 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 وساعات انت انا بخلص على الفريق لا وبعدين انا ببقى قدام جماهير ان انا خدت فلان اللعيب ده من الاهلي خدت اللعيب ده من الزمالك وفي الغالب وعلى مر التاريخ اللي كان فيهم خناقات يعني ممكن نتكلم فيهم ولا كمل ما بينجحوش وفي ناس نسيناهم خالص يعني لسه بقول لحد انا مين فاكر قلت له مين فاكر اسلام رشدي اللي كان في المانيا وراح الاهلي والزمالك كانوا بيموتوا بعض وبعد كده راح مثلا حرس الحدود وربنا يسهل له انا قصدي ايه طب انت عندك قطاع ناشئين فلكن هي السؤال مهم جدا انت بيحبوا يتخانقوا هي دي جايزه للجمهور طب بمنتهى الامانه استاذ احمد من خلال بمنتهى الامانه الصراحه كله بالامانه بتشوف مين النادي اللي مركز في الموضوع ده اكتر لا الاثنين طبعا الاثنين مفيش نادي عن لا نادي لا لا الاثنين والاثنين وبيراميدز دخل لخبط لهم الحسبه ما هو انت كده اهلي يا زمالك فطبعا بيراميدز دخل لا لخبط الحسبه خالص فلوسه اكتر وفرقه متكامله والكلام ده فطبعا خلى يعني اللعيبه تعيد حساباتها لكن هي نرجع تاني ان السوشيال ميديا والجمهور واي صفقه ولا وهيروح هنا مش هيروح هنا لا هي صفقه جماهيريه ممكن النادي ما يستفدش منه في الاخر خالص لكن طبعا في الاخر لازم بعد اللي حصل ده في الماتشات الوديه يا فاروق لازم لا يا كابتن فاروق يا كابتن لا فاروق لازم 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 طبعا لازم تعيد حساباتك انت جالك انا سميناها يمكن انا والقصه من انا الكنز بنعمل لها حلقات ده كنز انت عندك كنز انت ليه سايب التراب عليه ما تنفض التراب وتطلع هتطلع هتاخد الفريق الكبير وهتطلع وهتبيع وهتطلع وتعير انت مش عايز ليه صحيح طب هكلمك على وديه الزمالك يا استاذ احمد بما احنا كنت انت زمالك واوسي كان اهلي لكن خليني اقول لك تجربه النهارده وجود مصطفى فتحي وتالقه النهارده والكلام كان قبل كده على ان كارترون بيقول ان مصطفى يعني لياقته البدنيه ويعني هو عايز يطلعه اعاره ويجي مره اخرى يعني او يرجع مره اخرى لكن مش عايز يستفاد بيه السنه الجايه بتشوف بعد مباراه زي النهارده هل ممكن مستر كارتوني يفكر بشكل مختلف لان هو اللاعب غير النهارده شكل المباراه يعني. مصطفى فتحي لعيب كبير لعيب مش سهل كده لكن هي طبعا هو لا طبعا اصاباته كتير وما يقدرش يكمل الماتش كامل كله لكن انت برضو انت كمدرب هتستفيد فيه بعض الاوقات فانت هي يمكن الحته دي اما بعد اسلام جابر اما هو كارترون اقتنع جدا باسلام جابر هو عايزه يفضل عايزه لا لا مصمم عليه وهو من وجهه نظره هو لعيب تكتيكي وبيدافع وبيهاجم وصغير في السن وبيلتحم او الكلام ده لكن انت برضو مصطفى فتحي لا ليه وقته وليه عاوز وبقى ما بينزل حتى لو 10 دقايق ربع ساعه بيثبت نفسه نوعيه اللعيب ده برضو انت بتبقى محتاجها مفيش كلام مفيش كلام مصطفى فتحي برضو اللي بيمسك الكوره وبيعرف يراوغ ويعمل لك ضربه جزاء في مين بقى كان كابتن وليد صلاح الدين لعيب جامد ده جامد. يعني ايه لو الدنيا مزنوقه جدا نزله فهوب تلاقيه جوه ال 18 عمل كده ضربه جزاء انت خلصت يعني وارد ان الدنيا تقفل معاك في ماتش من الماتشات لا انت لو هينزل نص ساعه ايه المشكله تلت ساعه ايه المشكله ما انت انت فرق البطوله ومحتاج طب الفكر ده موجود عند كارترون مثلا بالنسبه للاداء او الشكل الفني بتاعه ان هو عايز واحد زي ده ولا هو عايز اللعيبه اللي هم اللياقه البدنيه موجوده دايما باستمرار شكل الفريق الجماعي او لا هو في الاساس الفريق الجماعي الفريق الكلام ده يعني هي في بتختلف من مدرب لمدرب بس انت عشان تسيب زي مصطفى ده مش بسهوله مش بسهوله خالص يعني اتوقع ان هو ما يسيبوش لا, لا 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 لغايه نهايه الموسم مفيش يعني انت مكمل ولا بتفكر في لعيبه تانية او الكلام ده او الحاجات دي اللي عمليه انت بتقفل على نفسك لكن انت ما انت عندك افريقيا دي لغت حاجات كتير يعني كان في خطوات وفي لعيب لا لعيبه تمشي لعيبه تقعد طب في لعيبه جايه لكن انت افريقيا مخليك لا مركز طيب النهارده كان برضو في ماتش اللي اسمه ما اعرفش تابعته ولا لا برضو
لا غير الاهلي يا جماعه. الاهلي هتكلم فيه بس مشكله سموحه والاتحاد النهارده حصل مشكله ما بين الفرقتين، ولولا طبعا تدخل المهندس فرج عامر وايضا كابتن طلعت يوسف وطلب من الحكم ان هو ينهي المباراه. فكره الماتشات الوديه بتبقى هدفها ان تستفاد، مش ان يبقى في مشكله وتحصل مشكله. برضه رايك في الجزئيه هي طبعا هي المشكله ان دايما لما بيبقى الفرق القريبه من بعض قوي للاسف انها بتحصل فيها على طول لازم فيها المشاكل. يعني انت ما تبقى قريب قوي من دي، يعني زي ما انت قلت الاساس عندنا والاصل انت وديه بتبقى عايز انت تستفيد اكتر وقت، عايز تعملها ماتشين، عايز تعملها اربع اشواط، دي مفيش مشكله. النادي الاهلي اتفق في ماتش اللي فات تقريبا على ثلاث ولا نادي الزمالك، انا الزمالك ما انت حسب بقى الفرقتين بيوافقوا والمدرب يوافق او الكلام ده. لكن انا ماشي زي ما انت عايز، انت عايز تطلع مستفيد بالظبط، انت عايز وتشرك اكتر لعيبه، عايز تطمن والكلام ده، خصوصا ان انت في ظروف استثنائيه ما مرتش بيها قبل كده. لكن انا مش عايز انا بلعب مباراه عشان انا اعمل مشكله او الكلام ده. طب على ايه انا رايح العب ليه اصلا يعني؟ خد بالك، وخصوصا ان برضو قبل الماتشات الوديه في بقت بس مش مجرد ماتش يا كابتن فاروق، لا ده انت دلوقتي انت عندك مساحات ومصاريف وقصه مش سهله. فانت لازم تبقى الناس دي كلها. النهارده نادي الاتحاد اعلن ان في ثلاث لاعبين جالهم كورونا. بص، ما انت من هنا ورايح هتلاقي بقى كتير. ليه؟ انا مستغرب ان اللعيبه برضو مصممه ان انت بتشوف طريقه الاحتفال ازاي. يا جماعه خلاص غير الثقافه، يعني انت مع ان الاتحاد عامل بروتوكول معين في فكره الاحتفال زيه زي اوروبا. لما يا جماعه خلي بالكم يعني النهارده في ماتش الاهلي تحديدا انا ببص انا بقول لك معلومه وخبر يمكن الناس هتتضايق مني خصوصا الاهلاويه. كابتن رمضان صبحي ما لعبش ماتش سموحه، كان قلقان من كورونا. يعني يكذبوا بقى دي معلومه بالنسبه لك؟ بقول لك خبر وانا اتحاسب عليه. وجي الماتش ده فانت يا عم حقه كان قلقان من كورونا. كابتن وليد سليمان برضه كان قلقان من كورونا. انا بقول لك اخبار مش الاوسي كده يزعل منك. لا الاوسي لا فانا بقول لك ايه، لا يعني يا سيدي حقه. بس انا قصدي النهارده بشوف الاحتفالات عادي. طب انت ايه يعني القصه في ايه؟ لازم نغير ثقافه الاحتفال. مش لازم برضو هناك تبقى مركزين ومعسكرات في اوروبا، بتكلم على اوروبا، لكن انت هنا مش لازم. حسسني ان في فرق ما قبل كورونا غير ما بعد كورونا. انت بيجيب جون وفي ماتشات وديه وتلاقي اللعيبه برضو والاحضان والبص فده اللي انا قلقان منه. هتلاقي فيه بقى اصابات كتير. يعني مثلا عجبني كابتن حلمي طولان في انبي منع الكلام ده خالص، قال لك اللعيب اللي هيحتفل بطريقه في عقوبات. طب انت هي اللعيبه بنفس، بس اكيد سواء بقى الاهلي او الزمالك او اي فريق اكيد منبه على اللعيبه، لكن اللعيبه ممكن بتنسى نفسها. انا قصدي ما انا بتكلم في كده. انت كلاعب ما دام انت قلقان من القصه دي خد بالك. يعني ما تتجوزش في الاحتفال قوي يعني. طيب رايك في المباراه او مباريات الاهلي والزمالك؟ هكلمك على الاهلي، تطور الاداء بالنسبه للفريق، مكاسب دايما بتبقى بعدد كبير من الاهداف. هل بتشوف ان ده استعداد برضو قوي ويكفي للنادي الاهلي والزمالك لعوده بطوله الدوري وايضا لبطوله افريقيا؟ هو كان استعداد مهم جدا. كان الاهلي عشان كان بادئ بدري واضح طبعا فرق معاه، يعني فرق معاه في الاستعداد. لكن هو استعداد في الاول نفسي، هو في فرق كبير قوي بين الودي والرسمي. لكن انت نفسيا لما بتكسب دي بيجيب كويس قوي. لكن انا برضه اكلمك تحديدا عن الزمالك، كان غلط قوي ان هم يعني يحملوا ماتش سموحه اكتر مما يستحق. انت كسبت 5 والاهلي كسب 4، انت ماتش ودي في الاخر، انت ممكن في سموحه في الدوري هتلاقي فرقه تانية خالص. طب انت يعني انت ده تاثيره ان انت ايه، هو انت هي دي بطوله؟ هو انت خدت بطوله؟ يعني كان في افوره في الاحتفال بالنتائج دي. لكن انت في الاخر احنا اتفقنا كجهاز فني ولاعيبه انت بتجرب اللعيبه صحيح، فانت ما تحملش الامور اكتر من تستحق يعني في الماتشات الوديه. طيب مش عارف انت عايز تتكلم فيها ولا لا، بس هسالك السؤال. انا معاك انت بعد موجود صالح جمعه للمره الثانيه في المباراه الثانيه الوديه للنادي الاهلي تشوفوا ايه؟ بص انا كنت قلت خبر ان الراجل قال له انت لسه مش في الفورمه. وممكن اكون انا يعني انا جات لي المعلومه ان الكلام كده. هل انت عندك معلومه ثانيه؟ انت معلوماتك لا انا طيب يعني انا بسال صحفي كبير. طيب بص انا بغض النظر بقى عن انت زملكاوي في البرنامج بتاعك. لا لا لا, لا لا انا هتكلم على انت خبر اتقال هنا وانا برضو باكد عليه. الخبر ايه؟ ان هو صالح جمعه كان في قعدات مع الزمالك، في توقعات مع الزمالك، مش تقريبا اسلام كان قاله. والخبر ده اللي عدل حسابات مع الاهلي مع صالح جمعه تاني، يعني صالح جمعه كان خارج النطاق، خارج حسابات الاهلي تماما وفايلر تماما. اللي خلى مسؤولين الاهلي يرجعوا القصه دي. فانت وانا بقول لك تصريح بقى امير مرتضى منصور نفسه قال لك نادي الزمالك مش محتاج صالح جمعه. انا بقول حد هنا اسلام قال وانا باكد المعلومه. لكن ده اللي خلت الاهلي يرجع تاني يفتح الباب مع صالح جمعه. طب وليه ما تقولش ان الراجل
شاف من خلال المساعدين بتوعه لا ما ما شافش وضغط مثلا لا لا. من لجنه التخطيط ان نديله فرصه ثانيه لا لا هي جت ازاي هي جت اللعيبه والشناوي بتاع يعني صالح بيتدرب لوحده صعب عليهم قالوا ما نخلص الموضوع طب اهو فايلر هنا بره وافق ورجع بس واضح ان لا لسه هو لعيب هو مدرب كبير بس برضو في حته المدرب بيبقى كبير قوي يبقى ايه يعني لما بياخد قرار زيه زي ازارو يعني ازارو بره حساباته مثلا فالماتش الثاني انت طب انت هتجربه امتى واعتقد ان صالح باين ان هو خاسس من هو زي ما كانوا بيقولوا ان وزنه زياده قوي 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 ففورمه مش فورمه طب ما ياخد 10 دقائق في ربع ساعه ياخد 5 دقائق مش كده ولا ايه لا فهي لا فواضح ان لا لسه في حاجه هو لو ما فيش حاجه كان يلعبه النهارده ما يلعبوش لان انت بتجيب ناشئين او الكلام ده فمن باب اولى تحسسه ان انت في الفرقه لكن واضح وده هو قراره هو حر فيه هو الراجل في الاخر هو المسؤول واضح ان هو خارج حساباته تماما يعني طيب كناخد رياضي انا النهارده وانا بحضر كده قريت خبر عن مستر فايلر وطبعا زميلنا محمد العراقي طبعا طبعا حبيبي طبعا هو اللي كاتب الموضوع بخصوص مستر فايلر ان هو بعد بطوله افريقيا ممكن ما يبقاش موجود في النادي الاهلي انا موافق طبعا موافق طبعا هو برضو الناس زعلت لما قلنا ان هو ما كانش هيرجع وانت عارف ان هو ما كانش هيرجع بسبب بقى وقلقان برضو ومش عارف ايه والاجراءات او الكلام ده هو رجع امتى اما الاهلي زنقه الاهلي وقال له ترد النهارده قال لك بكره قال له النهارده والاهلي كان محضر البديل الاهلي كان محضر البديل اللي هو يكمل الموسم البديل المصري يكمل الموسم فهو اما الاهلي زنقه يعني خلاص بين الاختيارات خلاص هاجي هو مش جاي على مدد هو جاي مقلق من شويه حاجات هو جاي برضو عايز يجني ثمار تعبه عايز ياخد دوري ولو بطوله افريقيا يبقى يا محلاها لكن والدوري لكن ما انا قصدي الدوري طبعا هو جاي هو جاي خلاص هو الاقرب للدوري يعني لاي حد انا لو رحت مسكت فرقه الاهلي هاخد الدوري ما خلاص ولو 17 ماتش ده حد غيره هتحسب ليه اي حد بس مستحيل تتحسب له فهو جاي برضو يجني الثمار ياخد البطوله افريقيا ليه لا ما هو في السيمي فاينال فلكن بعد كده مسؤول الاهلي نفسيهم مش متاكدين ان فايلر موجود السنه الجايه تاني مسؤول الاهلي نفسيهم مش متاكدين ان فايلر موجود السنه الجايه ممكن يكون في اتفاق انا طبعا المعلومه في اتفاق وفي ما انا بقول لك هم مش متاكدين قوي ما هو برضو يعني نستشف بس يعني بس نستشف ماشي وانا مش عايز بس جمهور الاهلي يقول لا انا والله ولا جمهور الاهلي ولا الاهلي يا فندم ليه لا ليه انا اتكلم على اي حد انا بسالك لانك ناخد رياضي بغض لا انا اتكلم زي ما انا عايز بس انا بقول ايه انا بقول اخبار وبقول وقائع لو في الاهلي بقولها صح وبقولها الزمالك صح انا ما عنديش مشكله انا بقول لك وقائع ما فيهاش كلام يعني مش ان انا بكسر بقى فرقه ولا هد فرقه لا انا بقول لك الراجل جه بس كانش هيجي بس جه هو في ضغط من اسرته على انه طبعا ما يرجعش طبعا هو جه امتى هو جه اما الاهلي ضغط قال له يا كده يا كده ما هو مش قاعد انا بكره انا الاسبوع الجاي انا اللي بعده اللي بعده فالراجل جه عايز يجني ثمار تعب وده حقه يعني صحيح طيب خلينا ناخدك على بس برضو لو خد بطوله افريقيا اعتقد صعب ان هو صعب ان هو يمشي يعني واحد يبقى واخد دوري هو فكره عدم الحصول دي هي اللي هتخليه ممكن ما يبقاش موجود ويبقى ممكن مجلس اداره النادي الاهلي او اداره النادي الاهلي ولجنه التخطيط تقول لك خلاص ما فيش مشكله لان في الاخر في حد بيشيل الليله وفي الاخر الاهلي وزمالك في حد بيشيل الليله في اي نادي طبعا وفي يعني الاخر الاهلي وزمالك هم اللي بيكبروا مدربين مش المدربين اللي بيكبروا صحيح هو اللي بيعمل الاسم وبيطلع والتاريخ شاهد بيطلع يروح اي نادي في الخليج اي نادي في اي حته في الدنيا بالسي في بتاعه في الاهلي والزمالك مظبوط طبعا طيب خليني اخدك على اتحاد الكوره وحتى الان ما زال الاجتماع او الجمعيه العموميه حتى الان ما فيش اي خبر عنها واللجنه الخماسيه المفروض المده بتاعتها تنتهي يوم الجمعه القادم ما بعد ذلك ايه اللي ممكن تتوقعه يحصل هل استاذ وليد العطار هو اللي هيكمل ولا هيتم مد مده اللجنه الخماسيه ولا ايه اللي هيحصل والاجتماع او النداء لموضوع الانتخابات هل ممكن برضو يحصل الفتره الجايه ولا لا طيب احنا عايزين نتفق الاول ان اللجنه الخماسيه عايزه تقعد عشان هم بيقولوا احنا مش عايزين نقعد لا هم انتوا عايزين تقعدوا ولو اي انا لو مكانه معايا ابا عايز اقعد اتحاد الكوره وميديا وتلفزيونات وبيديله الكوره ما اقعدش ليه ده ماشي دي حاجه الحاجه الاهم ان كله دلوقتي مستني الجواب عشان يبقى في جواب نهائي الجواب اللي هيجي ده في طبعا ده اللي هيحط نقط فوق الحروف هو لا هنا ده بيتكلم وده بيقول وده بيقول خلي بالك الفيفا ما بيعترفش بقى ولا لجنه اولمبيه مصريه ولا الكلام ده وعنده اللي هي الجمعيه العموميه اللي هي والمجلس المنتخب فهو هيجي هو دول هيجي الجواب هيبقى في حاجه من الاثنين هيجي يقول لهم
هيبقى جاي بيحمل انا يعني معلوماتي او توقعاتي او اي حاجه ان هيجي هيبقى عامل ايه، هيبقى بيشرح خريطه الطريق، خريطه الطريق للفتره اللي جايه، ان انت خلاص من يوم 31 انت مهنتك بتنتهي. ويوم الاربعاء اللي انا معلوماتي وانا كنت برضو بقرا الجزئيه دي ان المندوب الفيفا هيبقى في فيديو كونفرنس يوم الاربعاء مع الاستاذ عمرو الجناني والمسؤولين الاقليميين في الفيفا، هيقعدوا عشان يحددوا خريطه الطريق بالنسبه لل هي بص هو الجواب الحاسم للاتحاد. هيحسم كل حاجه. هيحسم كل حاجه. ممكن يحسم ايه؟ ممكن يقول لك الاستاذ وليد عطار يدير الليله. وارد وارد وارد. لو ما كانش كده هيبقى هيجي هيقول لهم انتوا في خلال فتره معينه هتدعوا الجمعيه العموميه. كويس؟ هتعملوا استفتاء على اللائحه. اللائحه اعتمدت وما اعتقدش انها تعتمد، يعني اللائحه الجديده دي لو الجمعيه العموميه بكامل هيئتها اللي هي قبل التصنيف طبعا مش هتوافق. لو وافقت تبقى الانتخابات في خلال اللي هو 25 يوم طبعا، لان هم طبعا في جزء منهم كبير يبقى بره بعد نفترض كده. نفترض ان ما وافقتش، هيبقى على اللائحه القديمه او اللائحه اللي هي ساريه دلوقتي اللي هي انتخابات خلال شهر. فهو ما فيش حل. فهو جواب هيجي تتوقع ايه طيب؟ لا انا اتوقع يعني هيحسم الامور وهيبقى في انتخابات. ممكن اللجنه دي تدير الانتخابات في خلال ال 75 يوم دي مثلا. ده توقعاتي ان هي هيكلفوها ادعي خلاص جمعيه عموميه. هو في بعد امتحانات الثانويه العامه وجمعيه عموميه للزمالك تقول لي انا مش قادر اجمع 225 نادي عشان مش عارف ايه والكلام ده عشان كورونا ولا طب وال 30,000 بتوع امبارح بتوع الزمالك الزمالك ما فيهاش كورونا يا زمالك عند يعني الاتحاد الكوبري يعني الزمالك عند الكوبري الزمالك عمل ريسك حتى ما حدش يقدر يقول بقى مش هلعب عشان الكورونا او مش هعمل جمعيه عموميه عشان الكورونا. خلاص في اللي بتعمل الاجراءات بتاعتك وبتعرف تتصرف يعني. فلا دي مش هتبقى مش عايز اقول حجه خلاص دي خلاص الموضوع انتهى. وعلى فكره الفيفا برضه الحاجه الوحيده اللي بيعذر فيها اللجنه الخماسيه هي الفيروس. غير كده لا ما بيقتنعش باي كلام تاني مش في دماغه يعني. طيب هل ممكن يعني لو توقعت فكره مده المجلس اللي بقى المنتخب سنه ولا اربعه؟ لان برضو حتى الان الموضوع متلخبط شويه. هي دي بس هو قانونيا يعني لا هي ما انا بقول لك هي قانونيا هو هنا اللجنه الاولمبيه ووزاره الشباب والدوله هي سنه. اصل انت لازم قانون مصري اربعه. لا القانون المصري لا هم متفقين هيبقى سنه لازم هيبقى سنه. فهل بقى هيبقى في الفتره؟ ما انت لو قعدت كده استنيت لبعد الدوري ما يخلص هتعمل انتخابات في اتنين، هيبقى تعمل انتخابات في اتنين وبعد كده في تسعه، مين هيسمح لك بكده؟ فهي مكلكعه. لكن هو الجواب اللي هيجي ده هيحط هيبقى هيظهر كل حاجه يعني. هيبين كل حاجه. لكن مين هيرضى يدخل انتخابات سنه؟ لا صعبه وتحسب عليك دوره. اسالك اتفضل. انت المره اللي فاتت جبنا سوره كابتن محمد فضل قلت ان هو يعني ما بيردش عليكم. يعني هل فضل يعني خلينا بس متفقين في شغله مقصر؟ لا هو ما انا مش انا اللي قلت كده. القوصي القوصي اللي قال كده. لا بس انا قلت ايه انا قلت انا بايد اللي بيقوله القوصي بس عشان توضيح يعني. لا هي الفكره هو في موقف ان احنا قلنا كالاتي. ان قلنا اتحاد الكره اختصروه في الاستاذ عمرو الجنايني والكابتن احمد فضل. ازاي ده؟ هذا رايي. ده رايك لكن على الواقع في دكتور احمد عبد الله في طبعا دكتور احمد عبد الله طبعا وفي دكتور جمال محمد يعني طبعا مجموعه ناس ليهم كل طبعا. اوكي يا فندم يا فندم انا ما قلتش لا عشان انا بس ايه أنا في الفتره اللي فاتت في الفقره اللي كانت موجوده في سوره فضل ما كانش فيها حوار. تمام. فاحنا بنتحاور دلوقتي يا فندم اتحاور براحتك. ففكره فضل انا من وجهه نظري ان ده كادر مميز جدا. كادر احنا مفروض لو احنا عايزين بقى المجال بقى ينضف تمام يبقى واحد زي فضل ده موجود. لا اصل كلمه كبيره لازم نبقى في ظهر. لا هي كلمه كبيره اصل هو يعني يعني مش معلش يعني المجال ينضف وفضل دي انت كده لا الكلام ده بيجي لي انا او الناس بتقول لي احنا عايزين ماشي ماشي حضراتكم برضه لا ماشي اوكي. لا انا بقول ايه انا مش ضد فضل او ضد اي حد. دكتور احمد عبد الله من الناس الجميله جدا جدا. دكتور جمال محمد علي، دكتور سعر عبد الحق، فانا اخته دكتور عمرو عبد الحق حبيبنا يعني طبعا وهي نشيطه جدا. انا بس اللي انا عايز اقوله ايه لا انت ما خلاص انت ما بقتش انت مش لعيب دلوقتي. انت دلوقتي في اتحاد الكوره موقع عام موقع عام. فاما اما اتكلم انا مش انا او اعلامي او اي حد الكلام ده لا خش وتحرق او الكلام ده
لكن هتتعامل بالاسلوب ده لا كده مش مدرسه. ما تلتمس العذر ليه ان ممكن يكون في اجتماع في مشكله عنده مشكله انا ما قلتش ما ردش يا فندم انا بقول هو القوسي قال لي ما ردش لا مع القوسي انا معايا انا ما الكلام ده كنتش بيرد على طول لا مش ما ردش لا انا ما بسمعش لاي تجاوز او الكلام ده لكن ليه انا بحترمه وحده الناس كلها تحترمني فانا بقول لك لا انا شايف ان في تقصير انت لازم تشرك الناس كلها لكن هو الفعلي كده انا بقول لك وضع لكن اقول لك ناس انا مش بقول لك ضدهم طول الخط عملوا حاجات الفار طبعا انجاز انا ما كنتش متخيل ان في حاجه اسمها تبقى فار تبقى في الكره المصريه يعني ايه فار دي ده حلم عملوه الكره الموحده طبعا لكن انا قصدي اما كان انا معلق اقول الكره الموحده كان في شركه عرضه انها تيجي ببلاش طب انا ليه ادفع 35000 يورو هكذا يعني باخد من حقك تنقد طبعا ولكن لازم هم يتقبلوا النقد بس انا بقى ما انا وهو لازم يبقى فاهم ان انا بنقد مش عشان فلان ولا علان انا ماليش في الليله دي والناس كلها عارفه كده انا بنقد للصالح فبقول لك اعمل دي بس مش هي دي ايه الموضوع ما بيردش دي لا ما بيردش لا خالص لا ما فيش ده القوس نسأل القوس لا بس خلي بالك الله فضل بيرد على كل الناس يا فندم انا والله لا ما يتفهمش ان انا ما بعمله عشان ما بردش انا مش صغير عشان واحد ما ردش عليا اهاجمه خالص لا لا نهائي خالص تمام لا وانا مصادر بعيد عن الكلام ده خالص طيب خليني اخذك بقى على اللاعبين المحترفين كنا بنتكلم عن رايك في ادائهم السنه دي واداء اللعيبه طبعا صلاح في حته تانية تريزيجيه ومحمدي وايضا احمد حجازي وكوكا لما اخذ الدوري اليوناني السنه دي طب انا عايز ابدا بتريزيجيه تحديدا عشان عندنا في كابتن رضا عبد العال يعني كابتن رضا ما اعرفش ماله لا هو ما بيصمم لا طبعا حبيبنا طبعا لا هي الفكره ان تريزيجيه لعيب كبير جدا وما تقارن انا بقى يعني لو مش هقول انا بفهم في الكوره لكن زي كابتن رضا عبد العال لكن انا لو بقارن تريزيجيه باي حد في الحته دي لا تريزيجيه يكسب وتريزيجيه هيبقى خليفة محمد صلاح او هيقرب الانجاز اللي عامله صلاح في الدوري الانجليزي غير اي لعيب تاني مركز ومجتهد ومكمل والكلام ده لا لعيب كبير جدا 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 لا ومظلوم اعلاميا مظلوم اعلاميا هي كده بقى يا ربنا يعني تحس كل حاجه صلاح او طبعا لكن تريزيجيه من حقه على الناس ان هي تدي له شويه ان هي الميديا بتعشقه دلوقتي والميديا انا بتكلم على مصر كمان المصريين والميديا المصريه والاعلام المصري واحنا وانتم الكلام ده لا تريزيجيه يستحق تريزيجيه يعني اتفرج ده اول سنه الجمهور المصري يعني لما يشوف نجم زي ده بيتالق في الدوري الانجليزي هل هيبخل ان هو يقف هي اقول لك هيبخل يعني؟ هو هي يا محمدي هو انت فاكر محمدي هو حد فاكر محمدي بيلعب دوري انجليزي صح يعني هم ناس لاعب مصري لاعب في تاريخ الدوري الانجليزي طب ده معقول ما حدش فيه سيرته خالص انا ماليش دعوه بقى انت مقتنع بلعبه دمه تقيل دمه لكن هو لا لعيب كبير وبيلعب شفت بيلعب بقى له قد ايه في الدوري الانجليزي لا مش واخد حقه هي قصه كلها رايحه على صلاح وصلاح يستحق صلاح مفيش شك مفيش شك بص صلاح مش هيجي زي صلاح الا بعد 100 سنه صلاح دي قصه ثانيه لكن اللي هيقرب بشويه تريزيجيه لكن انت اي حد احترف في الدوري ده لا لازم نحييه ونسنده او الكلام ده ما يبقاش صلاح لوحده صعوبه الوجود في الدوري ده اصلا يا فندم ده شرف ما بعده شرف احنا عايزين ده وده واكتر واكتر لكن هي احنا مش هيبقى لعيب واحد لا تريزيجيه والمحمدي وحجازي لا وما ينفعش يا جماعه فلان اقول له يرجع فين يعني عايز يرجع حجازي يرجع فين يا جماعه يرجع فين ده هو اللي ياخد ناس معاه ده خير السفراء فعلا يعني طيب بالنسبه لاحمد حسن كوكا ما هو بص في لعيبه غريبه هنا تحس ان هي كميتها مش ماشيه مع المصريين هو معار لاولمبياكوس السنه دي بس هي الفكره يعني. حاجه الفكره ان احنا جمهورنا عاطفي بيحب ويكره اظن انت عارفها يعني كان ممكن لعيب يضيع بيضيع 100 فرصه بس الجماهير بتحبه ولا كانوا شايفين لكن في لعيب ومكسبك كل حاجه والكلام ده اخطاء رهيبه وبرده دمه تقيل على الجمهور فهي هي يعني تقييم نفسه طبعا ونجاحه مع المنتخب ده بتشوفه هيبقى عامل زي كابتن حسام بدر على فكره تصريحات عن كوكا تصريحات مميزه جدا بس هو لا ما نجحش مع المنتخب ما هو مدرب المنتخب دلوقتي بيقول ان هو هيعتمد على يا ريت يا ريت هي عندنا مشكله احنا عندنا مشكله جمهور عندنا عايزين فرقه يرجع تاني عندنا مشكله الحته دي ما فيش عندنا مشكله ممكن كتير طبعا لا ما عندناش كتير مين لا يعني كان قبل كده ما هي دي النقطه بص خلي بالك جمهورنا وطبعا بعيد عن الجيل الصغير في الوقت اتعود على نمط معين من المهاجمين اخرهم عماد متعب طبعا كابتن خطيب ومجموعه اللعيبه المميزه يعني كل الكباتن كابتن حسام حسن يعني مش عايز انسى يعني مجموعه جمال كابتن جمال طبعا عبد الحليم علي عمرو زكي يعني كل المجموعه دي احمد بلال يعني كل المجموعه دي فالنمط ده
هم حاسين ان في فرق مش موجود، وان كان طريقه الاداء ممكن تكون انا عايز اقول الطريقه اختلفت. يعني انا انا معلوماتي ان طريقه راس الحرب اللي هو المحطه الكبيره اللي هو الجامد ده اعتقد ان الكره اتغيرت. مش كده برضو ولا ايه؟ بفهم في الكوره شويه انا. لا 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 يعني بقول لك لا صح حبيبي. لا يعني حته الكوره اللي هو الفرود اللي هو المحطه ويعمل الكلام ده لا بنشوف بيعملها شريف قوي في ام بي. شفت ما تحسش مش راس حرب؟ هقول لك حاجه استاذ احمد فاضل، كنا بنلعب ريال مدريد في الاحتفاليه بتاعت قرن. فاكر قرن 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 حقيقي قرن. فكنا بنلعب ريال مدريد فراول راؤول فرود. انا لاول مره كنت اشوف فريق اجنبي بيجي يلعبنا، فراول ما بيديش ضهره للجون خالص. هو وشه وعارف انت اللي هو بيجري كده على الجون وبيتحط له. هو ده احنا هنا النمط بقى اللي واقف ويمل وحتى ويسلم. لا خلاص القصه دي خلصت خلصت. لا 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 تماما تماما انا معاك فيها دي. فاحنا عايزين النوعيه تطوير، فكره تطوير طبعا ده بيعتمد على بدايه تاسيسه وفي نفس الوقت فكر المدرب. والمدرب ما انا جاي هو مع حضرتك في المدرب وهو بقى كشخص هو بيطور نفسه ازاي. يعني شفت كابتن محمد طلال طور شريف قوي في في محمد شريف. طبعا طور. تحس ان هو راس حربه غير تقليدي. يعني تحس ان هو مش راس حربه. راس حربه اللي احنا بنتكلم عليه بقى اللي هو مش لا مش محطه بتاع اللي هو بفكر جديد وبطريقه جديده. طيب نخش على الصور. معنا الصور دلوقتي. ماشي نخش على الصور بتعليقك. خلي بالك بالصور. ماشي يلا رجال احنا معاكم. اول صوره ده علي معلول. هنا علي معلول. لا طبعا من افضل الباكات اللي جت في تاريخ مصر. يعني اعتقد ان هو من افضل صفقات النادي الاهلي في السنين اللي فاتت، وطبعا فارق جدا مع النادي الاهلي. هو بيعتمد عليه النادي الاهلي في الجزء الهجومي كمان. فارق فارق جدا جدا فارق. لعيب كبير لعيب كبير جدا جدا يعني. طبعا. طيب الصوره اللي بعدها رمضان. رمضان رمضان يعني هو اعتقد ان هو المفروض ان هو وصل لمرحله معينه ان هو يبقى حاسم هو عايز ايه. هو اللي عنده يعني في حاجات كتير قوي شغلاه. فالحاجات كتير قوي يبقى في الاحتراف او العب العب ووقع مع الاهلي وطعم جيل يعني ينجح نادي الاهلي في التعاقد مع رمضان. طبعا طبعا. ما هو لو في يعني انت عارف لو الاهلي لو قال 4 مليون او 4 خلاص هتخلص القصه. هي قصه قصه فلوس بس. انت رمضان لازم من جواه يبقى خلاص ايه يركز. لكن انت التشتيت ان انا عايز احترف ماشي العب وما احترف يجي هيجي مفيش مشكله. كابتن حازم امام ده الامبراطور ده يعني من يعني بص حازم امام ده يعني من افضل الناس او من اكتر الناس اللي زادت شعبيه نادي الزمالك. ظلم لما كان في اتحاد الكوره او ظلم نفسه؟ هو اعتقد طبعا اعتقد يعني واحده فيهم. لا هم الاثنين ظلموا. الاثنين ظلموا. لكن حازم او كابتن حازم امام يعني نسبه كبيره قوي من شعبيه الزمالك ليه. لعيب خلقا واداءا وطبعا حاجه جميله يعني. طيب الصوره بعدها كهربا. كهربا لا انا عايز اقول ان كهربا يعني كان ممكن يمشي بطريقه احسن من كده. يعني انا كهربا مشكلته انه يروح النادي الاهلي عادي. لكن انا ما زلت بقول ان كهربا ان يسيب فرقته في اخر ماتشين في الدوري اخر قبل الماتش ما يخلص هو دوت المشكله اللي عملها او اللي ما يصحش ان هو يعملها. انت كلاعب محترف خلص الدوري وتروح مطرح مطروح. بالمناسبه لعيب كبير جدا وكل ما اطلع في برنامج اقول لك لعيب كبير جدا. مش معنى كلامي ان انا بقلل منه. لكن لا انت لا كنت كمل الدوري هاير. انت كمل الدوري يا كابتن كهربا. انا في حاجات ما ينفعش تتقال بس انت كنت كمل الدوري وبعد كده تروح مكان ما تروح. تمام اللي بعدها لا محترم طبعا محترم وراجل محترم طبعا وناجح. استاذ فايز عريبي راجل محترم. وعلى فكره اللي راح نادي طنطا يا جماعه نادي طنطا يعني على احدث مستوى يعني نادي فعلا نادي كبير. لكن كفرقه كوره الامكانيات بتحكمه في الاخر يعني. طيب عشان بس تعليقا على الصوره لما انا سالتك مين احسن لا راجل ليه كل الاحترام والتقدير انا ما بقولهاش كده يعني نادي في مصر انت قلت فانا كنت عارف ان انت مش هتقول لحد في الاهلي ولا في الزمالك. تمام. فكنت لا وفي على فكره بالنسبه للاستاذ محمد مصلحي كمان من تحالي. من افضل رؤساء الانديه يعني. تمام. كابتن اشرف ياسر محترم. جميل. لا المحترم محترم بيحترم اسمه بيحترم تاريخه. في مواقف كتير قوي معاه بينت لي ان هو محترم ان هو مش اللي هو ايه اي حاجه يجري وراها. لا اخرها المنتخب الاولمبي وكان مرشح المنتخب الاولمبي جابوا له منتخب صغير او ما كانش اتفق عليه. من اول الناس اللي اتكلمت انا معاه فيهم قال لي لا طبعا. فاشرف قاسم لو كان ممكن هو كاسم وتاريخ يبقى المفروض مدرب كويس جدا. بس هو عشان بيحترم نفسه زي عن اللزوم كده.
تمام. كابتن اسماعيل يوسف. لا تجانا حبيبي وصديق العمر، واحنا والحته واحده وفي امبابه لا اسماعيل كان نفسي يكمل كمدير فني. كابتن اسماعيل يوسف مش موجود مع المستشار مرتضى منصور، هل شكل الاداره كان هيختلف؟ يعني انا بقول لك لا، مش لا اصليه قصه الاداره بتختلف دي، لا ما مش قصدي كده، هو بيعتمد عليه بشكل كبير. ما هو انا مش قصدي كده، انا قصدي ان اسماعيل يوسف كان الافضل ليه والكره ان هو كامل كمدير فني. كمدير فني كان هيبقى حاجه كبيره قوي في الكوره، وحازم امام لو بقى مدير فني، كابتن حازم امام هيبقى حاجه كبيره قوي. يعني هو من هو لعيب في حته تبقى موهوب ان انت تبقى مدرب، كان يبقى مدرب كبير طبعا. كابتن اسماعيل يوسف قيمه وقامه كبيره يعني. تمام. وليد ازارو. وليد ازارو افضل مهاجم في مصر الفتره الحاليه، اللي هو طبعا افضل من مصطفى محمد. لا ما هو مصطفى لسه جاي او بتاع، لكن وليد ازارو افضل مهاجم. وانا مش عارف فيلر بيعمل معاه كده ليه، يعني انا لما عندك ازارو وقاليو باجي ومروان محسن، طب ما انا اسالك السؤال ده بقى، يعني دول يلعبوا على وليد ازارو؟ لا رد. انا ما برد. لا رد. لا طبعا انا هرد، اقول لك لا طبعا. لا طبعا. لو حصل فيه خلافات وفي اوضه اللبس او الكلام ده ما يتاثرش. انت عارف طبعا ان في خلافات حصلت في اوضه اللبس، فده ما تاثرش بقى، انت مصلحه الفرقه. لكن ازارو لعيب كبير وهداف بيضيع، بس بيوصل وبيجيب الجوان او الكلام ده. ده لا لا لا، لو لعب في اي نادي في مصر تاني هيكسر الدنيا. حبيبي اللي جاي لك دلوقتي ده حاج عمر. طبعا حبيبنا الراجل المحترم. حبيبنا طبعا طبعا جميل يعني. وربنا يوفقه في اللي جاي يعني. برضه لما كان ماسك لجنه الانديه ما قدرهاش كويس ولا قدرها كويس؟ لا هي كل فتره ليها ظروفها، وكل يعني انت اصل كل سنه العمليه بتتطور والمشاكل بتتغير او الكلام ده. لا لكن ساعتها كان كويس طبعا. ينجح في الانتخابات الجايه محمد؟ لا ده محترف انتخابات. محترف طبعا. لا هو جميل طبعا. لا 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 انا بحبه. وحبيب طبعا، وحبيب الناس كلها. لا طبعا طبعا طبعا. طيب ده حاجه جميله ان انت دايما بتبقى متوقع. وهو شخصيه على فكره، انا لما كنت ماسك منتخب الشباب كان هو المشرف عليه. لا لا شخصيه علينا. جميله. لا شخصيه جميله. ده ذكي ذكاء بسم الله ما شاء الله. فانا يعني بامن على كلامك في فكره حريف انتخابات. انا بشكرك يا استاذ احمد. طب قبل ما تشكر بس انا بحب يا دكتور مشالي طبيب الغلابه اللي شوف، انا بقول للناس كلها يا جماعه اللي بيعمل حاجه بتقعد له، شاف ان الفيس والدنيا كلها مقلوبه. الدنيا كلها تحس ان حد منك توفى، فالف رحمه عليك دكتور مشالي. دكتور الغلابه، وربنا برضو يبعت غيره وغيره وغيره ان شاء الله. الف رحمه ونور عليك. اشكرك يا استاذ احمد، الله يطولك معانا. مرة جاية تبقى انت معاك القوسي ده ينور الجناح بتاعك. طبعا طبعا حبيبي. انا بشكركم، ان شاء الله بكره حلقه جديده هيكون معاكم اسلام صاد ان شاء الله من خلال البريمو. تصبحوا على خير.